نحن هلأ تقريباً بحالة حرب، وحرب خطيرة، وعادةً بالحروب المختص بيروح على الجبهة، واللي ما عنده اختصاص بيقعد بالبيت ليحمي حاله. هالمرة لازم تقعد بالبيت لحتى تحمي حالك وتحمي حبيبك وتحمي كل الناس اللي حواليك، عشان ما تضر ولا تنضر. خليك بالبيت. الكورونا فيروس وباء خطير، لازم كلنا نجندو ضده باش ما نخليوش يغلبنا. كل واحد فينا يحكم داره باش يحمي عائلته نفسه والآخرين. كورونا فيروس خطير جدا، باش نقدروا نتفادوا الانتشار تاعو لازم علينا نجنبوا الخروج غير ضروري من المنزل، ولازم علينا نغسلوا يدينا باستمرار. So be smart, be safe, stay at home. فيروس الكورونا هو مرض خطير ولازم علينا كامل نتكاتفوا باش نحاربوه. كلكم راعي، كلكم مسؤول عن رعايتك. خليك في دارك، احمي عليك. نحن منحبكم كتير، كرمال هيك نحن عم نقلكم رجاء الجدية، ما عم نطلب الرعب، ولكن مثل ما قلت اتباع وسائل الوقاية، كرمال أوطانكم، كرمال أطفالكم، كرمالكم وكرمال اللي بتحبون وبيحبوكم. درهم وقاية خير من قنطار علاج. هما فهموا، خلاو شغلاتهم وريحوا في ديارهم. حان الوقت باش انتوما تفهموا وتريحوا في دياركم. كل خطوة خارج البيت ولا تخطر ليكم لصحتكم وكل إنسان عزيز عليكم.